بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل صيامكم مقبولا وإفطاركم هنيئا مريئا، وأن يجعل رمضان سببا للفرج العام على البلاد والعباد، وأن يجعلنا في قرب دائم إلى جنابه الكريم. وأسأل الله أن يتقبل منكم صلاتكم وصدقاتكم وسائر أعمالكم الصالحات. الحديث مرة ثانية في سلسلة دروس 30 عملا في بيتك في رمضان، نتكلم مرة ثانية عن تلاوة القرآن الكريم. سبحان الله، القرآن الكريم بحر زاخر بالأنوار، زاخر بالخيرات، زاخر بالعطايا، زاخر بالبركات. والحديث عن القرآن الكريم حديث شجي، حديث يطرب القلوب ويقوي العقول ويريح الضمائر. والاشتغال بالقرآن الكريم سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. فكنت تكلمت في الدرس الماضي عن تلاوة القرآن الكريم، وهذا حديث مرة ثانية أيضا عن تلاوة القرآن الكريم. لا ننسى أيها الإخوة أن المسلمين في سورة الفاتحة، أول سورة إذا فتحت المصحف، يقولون لربهم فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم إنهم يسألون ربهم، يقولون: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على الطريق الصحيح. لأن السبل كثيرة في هذه الحياة، مع أي أيديولوجية أذهب، مع أي فكر أمضي، مع أي اتجاه يكون اتجاهي، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد آية آيتين من سورة البقرة مباشرة أجابهم الله تعالى، هم قالوا له اهدنا الصراط المستقيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا عبادي، ألستم تطلبون مني الهداية؟ هذه هي الهداية، تفضلوا، هذا القرآن الكريم. ذلك الكتاب أشار له بإشارة ذلك وهي للبعيد إلى علو رتبته وبعد منزلته. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما في شك في هذا القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم تقولون اهدنا، يا عبادي تفضلوا، هذه هي الهداية. يا أخوان يا أخوات، هذا الكتاب جاء لإسعادنا جميعا. تعاليم الله عز وجل جاءت لإسعاد الكرة الأرضية. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه الكرة الأرضية تحتاج إلى كلام الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل كالمطر الذي ينزل على الأرض الجدباء فيجعلها ربيعا جميلا مزهرا مورقا منبتا. الناس اليوم كلها تحتاج إلى القرآن الكريم. تحتاج إلى القرآن الكريم مو فقط أن نقرأه ونجود ألفاظه، تحتاج إلى القرآن الكريم لتقرأه وتجود ألفاظه وتفهمه وتعمل بما فيه وتعلمه. لذلك الحديث عن تلاوة القرآن الكريم أولا من أجل، لأنه هو مفتاح التعامل مع القرآن الكريم، أن تقرأه، أن تقرأه وأن تفهم ما فيه وأن تكون قراءتك قراءة صحيحة. وحسبك أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. طبعا طبعا، لا ريب، جل جلال الله، كلام الله شو هالشرف يا أخوان، شو هالشرف الله عم بيحاكينا، شو هالشرف الله أنزل لنا دليلا وإرشادا. أنت أيها المسلم دليلك الله، وهاديك الله، ومعلمك الله، والذي يرشدك ومرشدك الله عز وجل. أي شرف هذا، أي شرف. هلأ بالله عليكم، إذا في طالب بالجامعة اتصل في الوزير، وزير التعليم، وقال له: يا ابني أنت كل توجيهاتك وكل أمورك أنا حب وجه لك ياها عندي، بربك هذا الطالب بالجامعة شو بيصير؟ والله بيصير رأسه بالسماء، أنه أنا السيد الوزير هو الذي سيوجه كل تصرفاتي ويرشدني ويرتب لي أعمالي.
ولله المثل الأعلى. إذا قلنا لك بأن الله عز وجل هو الذي سيرشدك، أي عزة وأي رفعة وأي منزلة سامية للإنسان الذي يتمسك بحبل الله تعالى. إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم. القرآن يا أخوان عزنا، والقرآن يا أخوان سعادتنا، والقرآن يا نساء غنانا، والقرآن يا شباب فرحتنا، والقرآن يا أيها الإخوة والأخوات رفعتنا في الدنيا وفي الآخرة. دعوا أقرأ عليكم شيئا من فضائل تلاوة القرآن الكريم. واحد، سبب لتنزل الرحمات والبركات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم. الله أكبر، نزلت فيهم السكينة. القرآن سكينة، سكينة لأنك تكلم ربك ويكلمك، لأنك تسمع توجيهات ربك. نزلت فيهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عندهم. هذا إذا عم يقرأوا القرآن ويتدارسونه، فكيف إذا كانوا يعملون به؟ الله أكبر، العامل بالقرآن الكريم أي شرف له وأي رتبة عالية. اثنين، من فضائل تلاوة القرآن الكريم الفوز بالأجر الكبير والفضل العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وإذا برمضان الحسنات تتضاعف. معناته إذا واحد أرى سورة جزء جزئين خمس أجزاء، ستسمعون بعد قليل. لذلك كان الصالحون يتنافسون في تلاوة القرآن الكريم مع الفهم. نحن نريد أن نتلو القرآن الكريم وأن نفهم ما فيه. ففوز عظيم وأجور. حسنات يا شباب، حسنات يا نساء، حسنات يا رجال، خذوا من عطايا الله عز وجل. الفوز بالأجر الكبير والفضل العظيم من فضائل القرآن الكريم. ثلاثة، الشفاعة يوم القيامة. هذا القرآن الذي عشت معه سيشفع لك في الآخرة. هذا القرآن الكريم الذي أمضيت حياتك وأنت تمشي وراءه سيكون معك منافعا في قبرك وفي آخرتك. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إلك مصعب يشفع لك القرآن الكريم. واحد من إخوتنا في المسجد له من العمر 70 سنة، والرجل توفاه الله عليه رحمة الله، كان في سمعه شيء، يعني في ضعف في سمعه، فكان إذا حضرنا في الدرس أذكر يجلس يعني هي قريب الطاولة من أجل أن يسمع، وفي دروس القرآن الكريم كان أيضا يجلس قريبا من الأستاذ ليسمع، وبيحط جواله ويسجل. يسأله الأستاذ يقول: أنا يا أستاذ لأنه سمعي قليل، إذا فاتتني كلمة أرجع إلى بيتي ويعني أسمع الدرس مرة ثانية وثالثة كمان لأحفظه وأفهمه. وكان يشتغل على نفسه في إتقان القرآن الكريم وفي فهم القرآن الكريم. حدث أن هذا الأخ كان عنده مكتبة في حي من أحياء الشام، وهو قادم من المكتبة إلى درس القرآن الكريم شعر بألم في صدره، جلس ليستريح على طرف الرصيف، شاهد أحد الشباب اقترب منه: خير يا عم؟ قال له: حاسس والله في ألم في 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 صدري، شوف والله هي جوال فيه رقم أولادي. فتح الجوال هذا الشاب، لقى ابني فلان، وهو يتصل بالابن ما وجد غير هذا الرجل ارتمى عليه. اتصل بابني قال: سمحت أنا بالمكان الفلاني، والدك كأنه شيء يعني شوي متعب، تعال حتى يعني تشاهد ما به. جاء الابن، أخذوه إلى المشفى، سبحان الله مات. يقول لي ابنه، وابنه يحضر عندنا في المسجد وابنه طبيب، يقول لي ابنه: إن أختي يعني بنت المتوفى رأت أباها في المنام في الرؤيا. قالت: يا أبي أين أنت؟ قال: أنا في القبر. قالت:
ماذا يحدث معك في القبر؟ ماذا تفعل في القبر؟ قال: يا بنتي، لو ترين صحائف القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم وأنوار القرآن الكريم تتنزل علي من كل جوانب القبر ومن سقفه. الله أكبر، شفع له القرآن الكريم، عاش مع القرآن في الدنيا الحمد لله، فكان معه القرآن الكريم في القبر، وإن شاء الله يكون معه في الآخرة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ينافع عنك ويدافع عنك. يا شباب، شدوا الهمة في القرآن الكريم، التحقوا بمدارس القرآن الكريم، بمجالس القرآن الكريم، بمساجد القرآن الكريم، بمعاهد القرآن الكريم، بدورات القرآن الكريم، بشيوخ القرآن الكريم، بأساتذة القرآن الكريم، ادعموا القرآن الكريم، تحلقوا حول القرآن الكريم، كونوا مع أهل القرآن الكريم، الرجال مع الرجال، ونفس الكلام للنساء. والآن لو عمرك 50، هذا الله يرحمه أبو هادي كان له من العمر 70 سنة عندما التحق، شو عليه؟ لو عمري 70 بشتغل. المؤمن فعال، نحن متفقون، لا يتوقف عن العمل. لو عمري 70 سنة، صالح ابن كيسان له من العمر 70 سنة أو 60 سنة راح ليطلب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يقولون له: الآن يا صالح مو حرزة. فقال: لا بأس أموت وأنا أعلم شيئا، خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة، 60 منهم بالجهل و60 منهم بالعلم، وصار من شيوخ الإمام البخاري ومسلم. فلو عمري 70 سنة، تعالوا نركض نحو القرآن الكريم قراءة وفهما وعملا وتعليما. ولو عمري 20، ولو عمري 17، ولو عمري 14، ولو عمري 10 سنين، ذكرا كنت أو أنثى، خلينا كلنا نتحلق ونجتمع على القرآن الكريم. إذا رآنا الله عز وجل كلنا حول كتابه عاملين وعالمين وداعمين ومعلمين ومتعلمين، والله يا أخوان ما بيتغير ما في هذه الأرض من ألم وهم وغم وبلاء وضيق، 100% يتغير بإذن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان، يعني جماعتان من الطيور، فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. سورة البقرة أنت اقرأها أكثر من قراءتها، آل عمران اقرأها أكثر من قراءتها، تأتي غمامة يوم القيامة أو جماعة الطيور تنافع عنك، كل آية من آياتها تنافع عنك. كيف بس تدافع عنك وتنافع عنك؟ إذا كنت قريبا منها، كنت تاليا لها تلاوة صحيحة، كنت فاهما لمعانيها، كنت عاملا بما فيها، كنت معلما لها، هناك ستنافع عنك. هلأ بالله عليك، إذا أنت إلك رفيق تقضي معه وقتا ومساعدة وعملا وتعليما، وصار معك أزمة، ما بيدافع عنك، ما بينافع عنك، ما بيوقف معك، هكذا القرآن الكريم. اقرأوا سورة البقرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة. هذه كلها يا أخوان من فضائل القرآن الكريم. 4، من فضائل القرآن الكريم حجز مكان مع الكرام البررة في جنات الخلد لمن كان ماهرا بالقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. مين هذول؟ ملائكة. الماهر بالقرآن الكريم، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. معناته كلنا مأجورين، يلي بيناتنا ماهر مع الكرام السفر البررة، ويلي بيناتنا صعب عليه القرآن عم بيلاقي بتأتئ وبتعتع وبيجد مشقة فيه، شو عليه؟ أنا لو أجد مشقة سأقف مع القرآن الكريم، لو عندي مشقة أنا سأكون بدي أجتهد لأتعلم القرآن الكريم من أجل أن أقرأه وأفهمه وأعمل بما فيه وأعلمه. ومرة بقصر ومرة بجتهد ومرة بقبل ومرة بدبر ومرة بشد همتي ومرة بقصر مهمتي، بس أنا سأبقي حياتي كلها حول القرآن الكريم. واحد من أساتذة الجامعة التحق بدروس القرآن الكريم، قال: والله أنا سأجعل حياتي كلها حول القرآن الكريم. وإذا جعل حياته كلها حول القرآن الكريم يكون في جامعته إيش؟ باذلا لعلمه، ناصحا لطلابه، مخرجا لنا أناس من أهل العلم بدرجات عالية. هكذا يأمرنا القرآن الكريم، بأن ننفع الآخرين، بأن نبذل للآخرين.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من أجل هذا أيها الإخوة، كان ولا زال الصالحون يشتغلون بالقرآن ومع القرآن وللقرآن الشيء الكثير. فعن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال. غير رمضان كل 6 ليالي بيختم ختمة، يعني إذا القرآن 30 جزء تقسيم 6، كل يوم 5 أجزاء 5 أجزاء 5 أجزاء 5 أجزاء، هدول بدهم شي ساعتين زمن تقريبا، أكثر أو أقل كمان إذا كان ماهر واحد أقل من ساعتين. في رمضان قال كل ليلتين يختم، متفرغ، فرغ وقته في رمضان. هلأ نحن مرات ما منفرغ وقتنا مشان نروح سيران، ما منفرغ وقتنا من أجل مرات عندي دراسة يا أخي، أنا ما عاد لا بدي أحكي مع حدا ولا بدي رد على التليفون ولا بدي أنعزم ولا بدي أعزم، حتى أكل يعني باكله من قريبه أخي مشان الدراسة. هو كان يفعل هذا مشان القرآن الكريم. والله يجرب، أنت جرب. نحن الآن جالسون في بيوتنا، بعضنا نسأل الله الفرج، يعني ما عنده عمل، خلاص خلي القرآن صاحبك وخلي القرآن رفيقك. 15 جزء بدهم شي 6-7 ساعات، اقرأ. إذا كنت أنت لسه في عملك ولسه في دراستك، كن مع قرآنك، ومع القرآن اجتهد بالفهم. هلأ في أنت تخذ لنفسك ختمة من أجل التدبر والتفهم، وختمة للتلاوة. ختمة التدبر والتفهم ربما تبقى معك سنة لا بأس، وختمة التلاوة تكررها شيئا فشيئا. كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله. في مرة عروة بن الزبير الصحابي رضي الله تعالى عنه أصابت الكنجرين قدمه، فقطعوا له قدمه. سيدنا الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ابنه، فقال كل يوم كان بيقرأ ربع القرآن 7 أجزاء ونص. قال يقرأهم نظرا في النهار ويقوم بها في الليل. قال سلام ابن أبي مطيع: كان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. الله أكبر، تنافس، تنافس في القرآن الكريم. هلأ أنتم بتشوفوا المصاحف يا أخوان موجودة التي بين أيديكم، هي 30 جزءا. لماذا قسمت المصاحف 30 جزءا؟ هلأ المصحف أو القرآن الكريم نزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه أصحابه وحفظه عدد من الصحابة، وكتب القرآن الكريم، جمع في زمن سيدنا أبي بكر الصديق ونسخ في زمن سيدنا عثمان بن عفان. أول ما نسخ ما كان مجزأ إلى أجزاء، لاحقا جزء إلى، يعني لما انكتب الجزء الأول الجزء الثاني جزء، ما كان أول شيء مكتوب، خلاص هو مصحف كامل. لماذا جزئ إلى 30 جزءا؟ وقبل ما يكون مجزأ 30 جزءا، في بالمساجد القديمة إذا دخلتم قد تجد مصحف مجزأ إلى 7 أجزاء، مكتوب السبع الأول، السبع الثاني، السبع الثالث، بدل مو هلأ مكتوب الجزء الأول الثاني الثالث الرابع الثلاثين، كان مكتوب السبع الأول الثاني الثالث الرابع، فكان مقسم أسبع. لماذا؟ كانت عادة السلف عامة أنهم يقرؤون القرآن الكريم كل 7 أيام. لذلك السبع الأول يعني يوم السبت بقرأ السبع الأول، الأحد، السبع الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. لاحقا يعني تراخت الهمم، صار عامة المسلمين يقرؤون القرآن في شهر. عشان هيك 30 ليش 30 جزء؟ لأنه باليوم الأول بالشهر الجزء الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. هل إحنا برمضان؟ يعني أضعفنا أنه أخي بيقرأ كل يوم جزء، ماشي الحال. بس هي عادة مو بس برمضان، كان هذه عادة معظم الناس، قل واحد أنه يجي شهر ما يقرأ جزء من القرآن الكريم. لنبقى على صلة مع كتاب الله، مع كلام الله، مع أوامر الله، أقرأها وأجتهد أن أفهم فيها، وأجتهد أن أعمل بما فيها، وأجتهد أن أعلم بما فيها. لما غسل أبو جعفر القارئ نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة المصحف. أبو جعفر أحد القراء رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وعن أهل القرآن الكريم، قال لما مات رأوا الذين يغسلون كأنه ورقة مصحف موجودة هون بين قلبه ونحره. قال فما شك من حضره أنه نور القرآن، ما هو قضى حياته معلما للقرآن الكريم.
فيا أيها الإخوة، القرآن الكريم يرفعنا وينفعنا جميعا ويسعدنا ونسعد أهل الأرض قاطبة. الآن في آداب أسردها عليكم من آداب تلاوة القرآن الكريم. واحد، الوضوء لقراءة القرآن الكريم، لأنه لا يجوز أن نحمل المصحف إلا وأنت متوضئ. هلأ أنا بصير أقرأ عن الغيب وأنا مالي متوضي، بس ما هيك الأدب أن أتوضأ، بس إذا بدي أفتح المصحف لابد أن أكون متوضئا. النبي صلى الله عز وجل قال لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فمن أداب تلاوة القرآن الكريم الوضوء مشان حمل المصحف، والأدب من أجل قراءته أيضا. اثنين، التعوذ لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، البسملة عند أول كل سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة، سورة براءة ما وردت فيها البسملة، توبة يعني. أربعة، التدبر، يعني إذا قرأت القرآن الكريم مطلوب منك من الأدب أن تفهم ما في هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يعني أنا مو بس بدي أقرأ بس هذرمة هكذا بعد القراية. هلا إذا ابنك بعت لك رسالة وكان مسافر وعم بيقول لك يا أبي أنا مضطر إلى 5000 ليرة، إيش شو يعني أنت بس تقرأها هيك وتجودها وبعدين شو بدي أفهمها وبدي أروح أبعت له 5000 ليرة؟ إن الذين كانوا من قبلكم كانوا يرون هذا القرآن رسائل من ربهم، يقرؤونها بالليل ويتدبرونها بالنهار، يعملون بها في النهار. فالتدبر من الآداب. وإذا عرضت لك شيء من سجدات التلاوة فمن الأدب ومن السنة أن تسجد للتلاوة. وفي القرآن الكريم 14 آية فيها سجود، فيسن للقارئ إذا مر بآية فيها سجدة أن يسجد. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. طيب هلا إذا واحد كان عم يقرأ القرآن وقاعد ببيته ومر بآية السجدة فإنه يسجد، يسجد القارئ والمستمع. طيب إذا أعادها مرة ثانية لا يسجد مرة واحدة. طيب إذا كان طيب ماشي في الطريق ويقرأ ما بيقدر يسجد، عند أبي حنيفة ينتظر حتى يصل إلى بيته فيسجد، عند جمهور العلماء فات وقتها. هل يشرع أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ يعني هو ما ورد بهذا الشيء، لكن التسبيح والتحميد والتكبير لك أجر، والسجدة لها أجر، يعني تلك كان لها أجر، فاتك الأجر خذ أجرا ولو كان أقل. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا مع القرآن، ونحيا لأجل القرآن، ونعمل بالقرآن، ونعلم القرآن، ونخدم القرآن، ونبذل مهجنا وحياتنا للقرآن الكريم، وأن يسعدنا بالقرآن، وأن يسعد الناس جميعا بالقرآن. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.